فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. رجل تزوج من امرأة وقد حملت منه سفاحا، السؤال هل الزواج يعني هذا على الحق العقد صحيح، وهل الطفل ينسب إليه؟ هذه مسألة تحتاج إلى إجابة خاصة، وينظر هل هذا وقع أو لم يقع، وينظر أيضا ما يحيط به من الشبهات وما أشبه ذلك. وعلى كل تقدير فإن المرأة الزانية لا يحل نكاحها إلا بعد التوبة، وكذلك الزاني لا يصح أن يزوجه إلا بعد التوبة، لقول الله تبارك وتعالى: الزاني لا ينكح إلا زانة مشرك، والزانية لا ينكحها إلا زانة مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. أما هذه القضية فتحتاج إلى فتوى خاصة. نعم. لا، ما ضاع عليك، هذا استفدت منه فائدة، أنك إن شاء الله ستسأل عنها ونشوف الموضوع. نعم.